السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا عباد الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وأنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نسأل الله العلي العظيم جنته، ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الذل والظلمة عن هذه الأمة، وانصر يا ربنا الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعزنا بدينك يا أرحم الراحمين، اللهم أعزنا بدينك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا على الإيمان، واقبضنا على الإيمان يا رب العالمين، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم افتح قلوب وعقول السامعين لسماع كلمتي، رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. عباد الله، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا الجمع العظيم، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين جميعا، نتحدث عن موضوع ما أحوجنا جميعا إليه. والحق أقول إن شريعة الإسلام جاءت لتربي الإنسان المسلم ليكون عونا لأخيه المسلم، وليكون عونا لمجتمعه. لكن المشكلة إن كثيرا من المسلمين
لم يستطيعوا إظهار صورة شريعة الإسلام، فأصبحت كلمة شريعة الإسلام لا تظهر بالصورة الحسنة بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين. أما شريعة الإسلام فهي شريعة واضحة، شريعة تبني الإنسان ليكون محباً لأخيه الإنسان، تبني الإنسان ليكون عوناً لأخيه الإنسان. إن شريعة الله تبارك وتعالى أوجبت على المسلم مواساة أخيه، فهل هناك شريعة توجب أن يوازي الإنسان أخيه المسلم؟ الإسلام أمر المسلم أن يوازي أخاه المسلم في كل شيء. إن الإنسان إذا أصابه هم فإنه يستشعر نفسه وحيداً، لكن الله لرحمته بعباده، لجبره بقلوب عباده، أحب أن لا يكون العبد وحيداً فريداً في مصيبته وفي ابتلائه، فجعل من شريعة الإسلام المواساة. فالمواساة عباد الله هي عبادة لله عز وجل. جبر الخواطر كما نقول هي عبادة لله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: كيف هذا؟ انظر إلى الإسلام الذي هو دين الله رب العالمين، جعل المواساة، جعل جبر الخواطر عبادة، وأكد الإسلام عليها في كتاب الله وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزل سورة الضحى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده: انظروا إلى إخوانكم وإلى قلوب إخوانكم، لا تتركوا إخوانكم فرادا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هكذا يربي الإنسان، يربي الإسلام قلوب المؤمنين. بل انظر إلى سورة المعاتبة، سورة تنزل من السماء، قول لله تبارك وتعالى على رسوله الذي يحبه صلى الله عليه وسلم يعاتبه في رجل كفيف أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، لكن رسول الله كان منشغلاً بدعوته لكبار قريش، فينزل القرآن على رسول الله ليعاتب رسول الله في رجل واحد، في رجل واحد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أيها المؤمنون، هذا هو الإسلام، هذه هي شريعة الإسلام، شريعة تفرض على الإنسان أمورا جبرا لخاطر إخوانه المسلمين. شرائع الإسلام تنزل على المسلمين لجبر خواطر قلوب إخوانهم. الدية شرعها الله تبارك وتعالى لماذا؟ من شرائع الله، شرعها الله عز وجل جبرا لخاطر أهل الميت. المواساة، التعزية، أوجبها الله تبارك وتعالى على المسلمين. لماذا تكون التعزية؟ المسلم حينما يفقد حبيبا أو قريبا، حينما يفقد أخا له المسلم وهنا يستشعر نفسه وحيدا، وهذا شيء صعب على الإنسان، لكن الذي يجعل الإنسان يتحمل ذلك أن يستشعر إخوانه بجانبه. انظر إلى الخنساء في الجاهلية، لما مات أخوها ماذا كانت تقول؟ كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن حينما يستشعر الإنسان
أن إخوانه بجانبه، أن إخوانه يواسوه. إخواني حول قدر الإمكان نتقدم لأن إخوانكم في خارج المسجد. أسأل الله عز وجل أن يفسح لنا جميعا في جنته. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. المواساة في الإسلام شرعها الله تبارك وتعالى جبرا لقلوب المسلمين، جبرا لخواطر المسلمين، مراعاة لمشاعر المسلمين. إذا وجدت أخاك قد فقد حبيبا فانظر إلى مشاعره، راعي مشاعره، اجبر بخاطره. جعل الله تبارك وتعالى عمادة في الإسلام لجبر خواطر المسلمين. وليس أدل على ذلك، على هذه العبادة، من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرسول الله كان دائما ما يواسي إخوانه، كان دائما ما يحب المسلمين، ما يحب أصحابه ويتقرب منهم، ولا سيما حين يشعر بمصاب أحد منهم. ها هو سيدنا جابر بن عبد الله يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فيسأله: يا جابر ما لي أراك حزينا؟ وانظر إلينا عباد الله، كم مرة من المرات رأيت أخا لك حزينا فسألته عن سبب حزنه؟ هذه لا تفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله: يا جابر يا جابر ما لي أراك حزينا؟ يقول: يا رسول الله مات أبي في غزوة أحد، استشهد أبي في غزوة أحد يا رسول الله، فأنا حزين لذلك. فيواسيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول له: يا رسول الله، يا جابر، والله ما كلم الله أحدا سفاحا إلا أباك، ما كلم الله أحدا إلا أباك. يا جابر، الله تبارك وتعالى ينادي على عبد الله، ينادي على أباك، فيقول: عبدي تمنى علي، عبدي تمنى علي. فيقول: يا رب أتمنى أن تكون لي نفس أخرى فأرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم تكون لي نفس أخرى فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فيقول الله: إني كتبت على عبادي أنهم إليها لا يرجعون. لا يمكن أن يعود أحد إلى الدنيا مرة أخرى. فيقول: يا رب إذن بلغ إخواننا عنا، بلغ أحبابنا عنا، بلغ أهلينا عنا. فيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بهذا الحديث. ما تظن جابر الذي كان حزينا على أباه حين يسمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ أيها المؤمنون، هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا الذي يجب أن نتبع شريعة الله تبارك وتعالى فيه. يدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أبي أمامة المسجد فيراه حزينا، يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة وهو حزين، فيقول: يا أبا أمامة، أبا أمامة الأنصاري، يقول: يا أبا أمامة ما لك؟ ما الذي أجلسك في هذا الوقت؟ ما الذي أحزنك يا أبي أمامة؟ يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا قائد حربي، رئيس لدولة كبيرة، ثم يتفقد أحوال إخوانه وأصحابه. أي الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يا أبا أمامة ما الذي أحزنك يا آل أمامة؟ فيقول: يا رسول الله، ديون لزمتني، عندي ديون، عندي هموم، هموم وديون. فيقول، يضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ركبة أبي أمامة
يطمئنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا أمامة لا تحزن، رسول الله معك. يا أبا أمامة لا تحزن، إن النبي صلى الله عليه وسلم يواسيك. يقول له يا أبا أمامة إذا أصبحت، ويعلمه الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذا الدعاء يعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سيدنا أبو أمامة. يقول أبو أمامة: فلما التزمت هذا الدعاء، والله الذي لا إله غيره، ذهب ما بي من هم ودين، ذهب كل ما بي من مواساة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه. ثم من ارتباط المسلمين وأصحاب النبي بالله الجبار. أيها المؤمنون، إن الذي يجبر بخاطر المسلمين فإنه يفعل ما فعله رسول الله وما يفعله الله تبارك وتعالى. فإن الله سمى نفسه الجبار الذي يجبر المنكسرين. إن العبد المؤمن إذا جبر بخاطي إخوانه وإذا واسى إخوانه فإنه يفعل فعلا من فعل الله تبارك وتعالى للمسلمين. فالله يجبر بخاطر المنكسرين، والعبد المؤمن يجبر بخاطر إخوانه الضعفاء. اجبر أخاك إذا أحسست بظلمه، إذا أحسست بمرضه، إذا أحسست بفقده لإخوانه، فاجعل نفسك مع هذا وسيل، حتى وإن كانت هذه المواساة فقط بشرى تبلغها لأخيه. بكاء تبكيه مع أخوك المسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في أزمة كبيرة والمسلمون معها، المجتمع الإسلامي كله في هذه الكذبة التي كذبها المنافقون على رسول الله وعلى زوجة رسول الله في حادثة الإبك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: دخلت امرأة من الأنصار وأنا أبكي، فجلست معي. ماذا فعلت المرأة؟ هل تكلمت؟ هل فعلت شيئا كبيرا؟ فقط جلست مع السيدة عائشة وهي تبكي، فبكت معها فقط. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: فوالله لا أنساها لها. فقط بكاء مع أخيك، فقط عندما تجد أخوك المسلم في أمر صعب عليه أو غير ذلك توسي، تذهب له زيارة في بيته. المسلمون ها هنا بعضهم يستشعر أنه غريب ليس في وطنه، فإذا ما كان الأمر من المسلمين تزاور فيما بينهم، وهي عبادة أيضا أن يتزاور المسلمين. التبسم في وجه أخيك المسلم عبادة ينساها كثير من المسلمين، خاصة في هذه الأيام. حينما تقابل أخوك المسلم سلم عليه، ابتسم له. ما المشكلة أن تبتسم لأخيك المسلم؟ هل هناك مشكلة في أسنان أحد منا؟ إذن تبسمك فقط في وجه أخيك صدقة، عبادة لله عز وجل. فلماذا لا يفعلها كثير من المسلمين؟ المسلمون يحتاجون إلى أن يطبقوا شريعة الإسلام، ولا أن يقولوا فقط أننا مسلمون ثم لا يطبق أحد منهم الإسلام. نحتاج إلى نموذج عملي للإسلام. غير المسلم يريد أن يرى فيك أنت صورة الإسلام، فأنت في هذا المجتمع مسؤول أمام الله عن الدعوة لله بأخلاقك، بعبادتك، بأفعالك. بأفعالك أيها المسلم ينبغي أن تعلم أنك تحت المجهر، أنت تحت المنظار، غير المسلم ينظر عليك. هذه هي صورة المسلم. إذا فعلت شيئا خاطئا فإن الإسلام قد أخطأ، إذا فعلت شيئا محرما فإن الإسلام يفعل المحرمات، إذا خالفت القوانين فإن الإسلام قد خالف القوانين.
الإسلام يأمر أهله بمخالفة القوانين إذا خالف المسلم ذلك. لذلك ينبغي عليك أن تعلم أنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. Chefen, belyser en viktig del i vår religion och en mycket viktig grund hela religion islam. Och det handlar om att trösta sin bror och sin syster vid motgång och svåra tider. Muslimer är varandras bröder och systrar. Och ett gott ord kan verkligen göra sin bror och sin syster som är ledsen till att känna glädje och hopp om att det kommer att bli bra. Vi alla vet att i det här livet så tillkommer motgångar och prövningar och svårigheter som vi alla går igenom. Därför är det viktigt att vi muslimer stöttar varandra och bekräftar varandra. Vi muslimer måste känna att vi kan söka tröst och stöd hos varandra. Och framförallt att vi muslimer bekräftar varandra genom att titta på varandra, att se varandra. Att känna för varandra. Om du ser att din bror eller om din syster har det svårt, att du märker att din bror och syster är ledsen, att du vågar prata med henne eller honom och fråga hur mår du. Och den som känner sig ledsen ska våga känna att man kan prata med sin bror och syster. Inte känna att man att jag inte vågar tala med min bror och syster. Tänk vad ska den tänka om mig? Eller kanske att den sprider något dåligt rykte om mig. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa det, den som underlättar för sin broder och sin syster i svårigheter, Allah azza wa jalla kommer att underlätta för den personen på dödens dag. Och vi alla kommer behöva lättnad under den dagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa det även att de troende är till de varandra som en byggnad. Och de stärker varandra genom att hålla fast med varandra. Och de höll armarna sådär, hårt. Och Allah som jag säger även i surat al-Duha, var inte hårt mot en faderlöse och stöd inte bort tiggaren med braska ord. Var inte hårt, var mjuk, var len och prata alltid ett gott och ha alltid ett gott ord mot icke-muslimer och framförallt mot muslimer också. Och ett leende kommer man långt med. Och jag har ett meddelande även från styrelsen från moskén att man kan även nu söka om eftermiddagsskola som sker här på moskén på lördagar. Och det är för åldrarna 7-14 år. Och det är mellan klockan 13.30 till 16.00. Och man kan ansöka via Facebook och på hemsidan. Detta är en ny skola, alltså det finns ju redan eftersom att alhamdulillah, det är många som går på de här skolorna så att man kan utöka till eftermiddagsskola på lördagar. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لمن قال لا اله الا الله وقابل التوبة لمن قال لا اله الا الله شديد العقاب لمن لم يقل لا اله الا الله للقول لا اله الا هو اليه المصير رغم ان الله كنا نتحدث عن عبادة جليلة امر الاسلام بها اتباعه هذه العبادة يا اخوان لا تحتاج من المسلم مالا فهي ليست صدقات يدفعها الإنسان ربما لا تحتاج من المسلم مجهودا كبيرا إنما فقط بعض الكلمات يواسي بها الإنسان أخاه المسلم ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن الهم أحيانا قد يقتل الإنسان أحيانا الإنسان لما يكون عنده هموم يتمنى الموت من شدة هذه الهموم ما الذي يطمئن الإنسان؟ إخوانه يستشعر أن إخوانه بجانبه السيدة مريم عليها السلام لما أصابها الهم مما حدث لها قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فواساها الله عز وجل بماذا؟ بكلمات فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سنحينما
يطمن أخوه المسلم ويذكره بالله تبارك وتعالى. هذه الذكرى تنفع المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ثم إن إخوانكم في القائمين على إدارة نشاط المسجد يذكرونكم ويعلمون من سأل على التسجيل لدورة التحفيظ أو مدرسة المسجد تحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية والتوحيد والسيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المواد التي تدرس في المدرسة تقديم إن شاء الله متاح على صفحة المسجد، من أراد أن يسجل لأبنائه فليبادر بذلك. والحمد لله رب العالمين، قد وصل تعداد المدرسة الآن إلى ما يقرب من 300 طالب. أسأل الله عز وجل أن يرزق أولادنا حفظ القرآن وفهم القرآن وأن يعلمنا القرآن وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فأعزه، واجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فشتت شمله وفرق جمعه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا مغفرة لذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لذنوبنا رب العالمين، اللهم لا تفرضنا إلا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا، وأعتق رقابهما من النار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة، إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، اذكروا الله العظيم يذكركم، فاستغفروا يغفر لكم. وأقم الصلاة، لا تنسوا إخواننا إن شاء الله رب العالمين، نتقدم قدر الإمكان حتى يتاح المجال لإخواننا في الخارج الدخول للصلاة. حول